هل سجود التلاوة في غير الصلاة يكون في أي جهة حتى لو غير القبلة؟ نعم، لا بأس إذا كنت مثلا تقرأ القرآن وأنت تسير في الطريق ومررت بآية سجدة تسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة بالليل حيث توجهت به راحلته. فأما إذا كنت جالسا أو واقفا فتستقبل القبلة بالسجود، أما إذا كنت تسير في الطريق وأن تقرأ القرآن فإنك تسجد إلى الجهة التي أنت متجه إليها. نعم.